وفضيلة الشيخ وفقكم الله، في قول الله تعالى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هل في هذا إثبات النفس لله سبحانه وتعالى؟ نعم بلا شك، تثبت النفس لله، ويحذركم الله نفسه: وتعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، لكن ليست كنفس المخلوق مثل سائر صفاته سبحانه وتعالى. نعم. وهل تفسر بأنها الذات؟ لا، ما تفسر بشيء، فسر على كما جاءت، أنها نفس لله لا تشبه نفوس أو لا تشبهها نفوس المخلوقين. نعم.